الناس عندها شوية أسئلة كتير كده فيما يتعلق بالحالة العامة. يعني أنت لو عديت على أي بيت أو أي مكان دلوقتي هتلاقي في حد عنده دور، يقول لك ده الدور اللي ماشي. إيه طبيعة الدور اللي ماشي دلوقتي؟ طيب خلينا نتفق مع بعض كده على شوية حاجات حضرتك ليها اتفضل. علاقة بعوامل البيئة وتغييراتها، وحاجات ليها علاقة بطبيعة الجسم البشري نتيجة أو بناء على تغيير طبيعة الجو والبيئة. أولا إحنا في الوقت الحالي ده عندنا فيه كفتين لازم دايما هنحطهم جنب بعضهم، الكفة الأولانية مع انخفاض درجة الحرارة وجفاف الجو، وده اللي بيبقى موجود عندنا حضرتك في بداية من منتصف الخريف مرورا بالشتاء إلى منتصف الربيع. بتبدأ تنشط عندنا الفيروسات التنفسية اللي واحد منهم مشهور جدا هو التنفس المخلاوي، وده موجود معانا من عشرات السنين مش جديد إطلاقا عشان الناس بس تطمن وترتاح. الفيروس ده كنا كلنا بنشوفه على مدار السنوات اللي فاتت كلها من عشرات السنين حضرتك اللي مسؤول عن أدوار البرد العادية في الفئة العمرية الصغيرة من الأطفال، يعني بنتكلم حضرتك ما من سن أو الأطفال من عمر 6 شهور لغاية الأطفال عمر 12 سنة، ده عادة الفترة الزمنية أو الفئة العمرية المستهدفة من قبل الإصابة أو من قبل الفيروس اللي اسمه التنفسي المخلاوي. الفيروس أدواره أو أعراضه هي الأعراض العادية خالص بتاعت البرد اللي هي الرشح الأنفي، احتقان الحلق، الارتفاع البسيط في درجة الحرارة مع شوية فقدان الشهية وحالة الإعياء الجسدي أو التعب العام في جسم الأطفال. الشكل اللي احنا بنقوله ده هو الشكل العام اللي احنا شفناه على مدار عشرات السنين، فما فيش حاجة منه تقلقنا إطلاقاً، لكن هو الظاهر دلوقتي بشكل جم او بشكل فج شويتين حضرتك نتيجه ان احنا على مدار السنتين اللي فاتوا هشام بيه كنا بنتكلم كورونا ثم كورونا ثم كورونا، وعشان في حسنه جت من عهد كورونا دي حضرتك ان احنا بدانا نتعلم الطب ونعلمه للناس كفئه مجتمعيه، ان المجتمع دلوقتي بقى بيسمع، المجتمع دلوقتي بقى بيعرف، المجتمع دلوقتي بقى بيطمن او يخاف. طب احنا الفيروس ده في اي حاجه تخوفنا منه اطلاقا اطلاقا اطلاقا؟ احنا دايما بنحب نقول الجمله دي، ما تخافوش منه، مش من الفيروسات اللي تخليك تروح ناحيه هتخش في الحالات المتدهوره من المرض، ما فيش الكلام ده خالص منه. طب هنا يا دكتور محمود، اذا كان هو فيروس اعتيادي زي ما حضرتك بتتكلم، ليه وزاره الصحه بتحذر منه؟ طيب دايما حضرتك الاطمئنان المبالغ فيه او الاستخفاف بالعدوى بتؤدي الى تطورات غير محمود. ايوه يعني ايه اللي احنا بنقوله ده؟ انا هدي لحضرتك حاجه بسيطه جدا في الجمله اللي انا بقولها دي، لو طفل عنده الدور